السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله في فيديو حلو جدا عن روتيني النهارده، روتيني لاخر يوم ليا في شرم الشيخ. ما تنسيش تحطي لي اللايك، ويلا نروح نشوف الروتين. الروتين بدون اي مونتاج، صوت وصوره، عايزينكم معانا بالظبط. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لي لايك. انا كنت صاحيه من النوم جعانه جدا، فقلت اكل اي حاجه خفيفه. واخدكم جوله في القريه قبل ما اي حد يصحى علشان تعجبكم الروتين، وعامله روتين جامد صباح جدا. الخير والسعاده من تورين شرم. ناخد جوله كده الصبح بدري قبل ما حد يصحى، ونشوف المنظر الخطير جدا. بصوا منظر البحر والشمس، وده شروق الشمس. انا حاولت ان انا اجيب لكم من شروق الشمس. بصوا هنا البسين طبعا لسه هيفتح شويه كده، كل حاجه هجيبها لكم. صوت العصافير لو سامعينه تحفه. هنا الشاليهات اهي، ودي مريم دي ماشيه تاكل السناكس بتاعي. وقوشة ماسك الشيبسي وصحي الصبح بدري. صباح الخير، صباح الخير، زعلني. لا قول صباح الخير. بصوا يا جماعه هو زعلان ليه؟ بصوا الشبشب اللي في رجله ده كبير عليه، وحش وكبير عليه. تمام، ليه بقى؟ لاني اقسم بالله مش اول مره، كل سنه قوشة استنوا بصوا الخناق. طب انت حاجه واختك حاجه، شاطر شاطر. المهم هم اتخانقوا في الاخر، اقتنع ان هو هياخد البوزو ده او تشيتوس اللي هو بتاعي. تمام، الشاليهات اهي. المهم كل سنه بيضيع شبشب هنا. بصوا بيسقي الجنينه بتاعه المكان. احنا كده هنطلع من الشاليه. ولا ياسين، ياسين كل سنة بيضيع منه شبشب، ونجيب له شبشب. فأنا قعدت أدور في شرم جوه القرية، جوه كوين شرم، على حد بيبيع شباشب أطفال، ما لقيتش. فأنا خارجة إن شاء الله النهاردة خليج نعمة. لو عرفت أصور لكم هصور لكم. هنخرج خليج نعمة وإن شاء الله يعني هبقى أصور لكم بقى كده، وأبقى أجيب له شبشب جديد. بس أنا عايزة أقول لكم إن كل سنة في مصيف يضيع الشبشب بتاعه من أول يوم، أقسم بالله دي حقيقة. كل سنة، حتى السنة دي استغربنا جدا، لقينا فردة واحدة وما لقيناش التانية. فهو يعني محظوظ الصراحة. في إيه؟ يلا يلا حبايب. تمام، احنا كده طالعين على البحر اهو. احنا مش هننزل، احنا مش هننزل، احنا بس هناخد جولة في المكان. دي الشاليهات التانية اللي على اليمين. بصوا بسم الله ما شاء الله، المكان كله زرع وورد وحاجات جميلة. يلا يا اوشو. طبعا حاجة مزعجة ان ولادك يصحوا على طول معاكي، بس انا صحيت بصحي مريم قلت لها تعالي نطلع ناخد جولة وكده. لقيته صحيني، لقيت قوشة بس اللي صحي، الحمد لله من الناس ما صحيش. هنا الأقوى بارك. بصوا أنا الشاليه بتاعي إطلالته على المسبح ده كله، دي كلها حمامات سباحة لجميع يعني لجميع إيه؟ امسكي توت. لجميع الأطفال. لجميع إيه؟ الأطفال. شاطر. أنا قصدي لجميع الأطفال وجميع المقاسات، يعني طفل طويل، طفل قصير، كبار، صغيرين، يعني حتى البيبي. يعني أنا بنزل يونس سنتين في هنا ما ببقاش خايفة عليه لأني المسبح بتاعه صغير. تمام، يلا نروح ناخد بقى. نسينا حاجة. نسينا إيه يا بابا؟ يونس. لا يونس نايم، أما يصحى بابا هيكلمني ونروح ناخده. هنا بقى هننزل. هننزل تحت. هنا كل المكان ده مسموح لك تقعدي فيه، كمان في فطار وغدا وعشاء على الاوتيل. بصوا انا هننزل ناخد بقى الجوله من تحت. بصوا الورد عامل ازاي. بما اني انا لابسه دندان بامبي، فانا هخلي مريم تيجي تصوري. تعالي يا توتو. توتو مش فاضيه بتاكل الشيبس. بصوا الكاميرا بتتهز كده. انا باينه. يلا
بصوا حرام انا مش هقطفها مش هقطفها، هو عادي مسموح جدا ان انت تقطفي بقى وكده يعني عادي الورد، بس انا مش حابه. نقلب الكاميرا تاني ونستمر في الجوله. هنا في زي كوبري كده، كوبري مشاه خشب، انا عشان بصور بس. هنا في بقى قاعده ممكن تجيبي الفطار بتاعك وتقعدي هنا انت واولادك وزوجك. بس احنا بنحب نقعد في الكافتيريا، بتبقى حلوه برضو. بصوا دي قاعده ودي قاعده ودي كمان قاعده اهو. يلا هنطلع تاني عشان ننزل على المسبح بقى ونصور. برضو بنطلع نفس الكوبري كده. انا جايبه لكم الجوله بالتفصيل عشان اللي حابب يتفرج على المناظر الطبيعيه يعني، فاهمني؟ عشان ما بكونش فوتت اي حاجه من الجمال اللي انا شايفاه ده. هنا برضو المكان بيملوا بالعصافير والحمام والحاجات الحلوه جدا دي. انتوا لو تلاحظوا بصوا الكافيتيريا كمان لسه ما فتحتش، الكافيتيريا دي بتفتح بناخد منها الدرينك بتاعنا، عصير او نسكافيه او شاي. بصوا البتاع اهي، بصوا هي لسه ما فتحتش، انا بروح اشرب هناك كده يعني عشان دلوقتي الساعه 5، هم المفروض بيفتحوا الستة، الساعه 6، فنروح ناخد الدرينك بتاعنا. هنا بقى المسبح اهو، ودي برضو طلع الكوبري حلو جدا. تعالى يا ياسين هنا، المنظر حلو جدا. ماشي يا بابا. بص ده الغويط، ده اغوط بسين، مقاسه 165 اهو. بصوا العلامه هناك اهي 165. هنا بقى الشزلونج او مش عارفه بيسموه ايه الصراحه بامانه، اهي على كل مسبح حتى مسبح الاطفال عشان انت لو حابه تقعدي لاولادك. بصوا انا هجيب لكم المنظر، اقعدي يا توتا اقعدي تريحي 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 وتريحي. بصوا الشمسيات، المسبح حاجه كده فوق، الروعه جدا. المكان كله خطير خطير بجد. هنشوف بقى، ناخدكم جوله برضو قدام، بس مش عايزه اطول عليكم يعني، مش عايزه اطول عليكم عشان ما تحسوش ان الفيديو طويل، بس انا حاسه ان الفيديو ممتع مش 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 ممل يعني ولا اي حاجه. بصوا حبايبي هنا احنا دخلنا، ده المفروض الفندق التاني. بصوا عامل ازاي من فوق، دي بوابه الفندق التاني. بصوا بقى دي نزله السلم. حاضر لو لقينا حد فتح هجيب لك اللي انت عايزه. احنا هنا كده نازلين النزله دي، دي نزله الفندق. بصوا عامل ازاي. انا بصوا انا بخاف اصلا من السلم الدوار ده، بس عادي مفيش حاجه تخوف يعني، لا حاجه تدعي للقلق. في هنا برضو محلات اهي، وفي كمان حلو جدا الصراف اللي هناك ده، لو معاكي فيزا وحابه تصرفي كويس عشان ما تقعديش. بصوا كل ده بيبقى فاتح بقى بس يعني بعد الساعه 9. يا جدعان انا جايه لكم بدري قوي. تعالوا اهو، تعالي البوابة دي ولا تحت خالص. تعالوا نبص من هنا. لا لا المفروض ننزل ننزل ننزل. هنا بقى نزلنا السلم طويل جدا. ايه ده؟ هنطلع بقى على البحر. في حاجة ضايقتني جدا ان البحر صخري مش رملي، ودي حاجه في حد ذاتها رخمه. نطلع من هنا. البحر فين بقى؟ راجل بيضحك علينا اهو. بصوا كده المكان، هد هد. بصوا انا بحب شكل الهدهد جدا جدا وبتفائل بيه قوي. الله الله ما شاء الله. ماشي ولا هدهود، ولا هدهود. وفي واحد تاني اهو، هدهود هدهودي مش تجري حبيبي. اخس عليك اخس عليك، جاي شرم الشيخ مخصوص عشان اصورك وتسيبني تمشي. بصوا هنا انا هفرجكم على المسرح اللي احنا دخلناه امبارح، ده بيفتح الساعة 8، من 8 ل 10.
دي دخلته. عايزه اقول لكم حاجه، ان انا كنت نازله البحر زي ما انتم عارفين. بصوا البحر من هنا باين، بس حسيته بعيد، حسيته بعيد، فرجعت انا واولادي وقلنا بقى لما محمد يصحى نبقى ننزل. بصوا دي كده دخلت المسرح، بالليل بتبقى تحفه، بس انا المشكله الاضاءه، بتبقى هنا عاملين اضاءه ضعيفه جدا. بصوا المكان عامل ازاي، ده دي المدرجات اللي بنقعد عليها، وده المسرح اهو. في فقرات حلوه جدا جدا، والدي جي بيشتغل، بيفرحوا الاطفال الصراحه، فعجبني جدا المكان. احنا طبعا هنطلع بره، بصوا حتى المجالس بتاعت البسين يعني اهو. بصوا حبايبي انا كده هنا في الفندق، قصدي في المطعم. هنا بقى هنروح نجيب الفطار، بصوا اللي هو نظام اوبن بوفيه. اوكي هنا بيكون الطبق، بصوا مريم رايحه. اول حاجه هنا بتكون المخبوزات زي ما انتم شايفين، تاخد طبق تعدي. تعالى بابا. تمام هنا بصوا، هنا كده بتكون زي المخبوزات، في سينابون، في خلية النحل، في كل حاجة. السينابون هنا جميل جدا كده. دي المخبوزات اللي موجودة، ده في وقت الفطار. تمام جدا، ده اوبن بوفيه، بتاخدي زي ما انت عايزة. طبعا احنا هنا المكان كله اجانب، 90% من الفندق هنا اجانب. هنا تشيدر، في جبن منشو، كله اوبن بوفيه. تعالى بابا. هنا مربى وجبنة وخيار، هو في كذا كذا حاجة. ياسين بابا العصير اهو، تعالى العصير اهو. تعالى هنا فول وطعمية، بيض. بصوا حبايبي دي بقى وجبة الفطار، طبعا بما انه اوبن بوفيه فبتاخدي اللي انت عايزاه. بصوا بيبقى في بيض اومليت، في جبنة شيدر وسلطات، في مخبوزات، في بصوا حتى الخبز اللي هو متحمصيه، في بيض مسلوق. هنا عملنا ميكس بالجبنة تشيدر واللانشون، في فاكهة أناناس عصاير. مبسوط يا ياسين؟ ياسين كده كخ مبسوط؟ لا لا مش أنا الأهم. ولا فاهمة؟ توتة مبسوطة؟ أيوة. طب ماشي، بصوا التوست، ده التوست العادي وده التوست الأسمر للضيق. جبن بقى، وفي فين المربى؟ المربى أهي، خدي يا توتة تعالي. بصوا حبايبي بحر شرم الشيخ، احنا اكتر وقت قعدنا في البسين تمام، لكن اللي ما جاش بحر شرم الشيخ احنا ظلمنا ظلمنا. بصوا كلها سياحه جميله جميله، البحر جميل جدا، بصوا صافي، بصوا صافي جدا، المايه صافيه خالص، هو بس معظمه اجانب يعني، المكان كله اجانب. بصوا الصخر نفسه شكله عامل ازاي، بصوا اجانب اجانب كتيره بقى في المكان، باراشوتات. لا حلو المكان، جميل، تحفه تحفه بجد، ولكم ان تتخيلوا الجمال ده كله في شرم الشيخ. كم اعشقك. هنا بقى ده كده بحر شرم، وده زي كوبري كده فاهمين. بس انا هوريكم الشط برضه عامل ازاي، بس هو الاحلى في القريه كلها البسين. بصوا هنا في زي مراكب، وفي سياح كتيرة، لكن ده كوبري متحرك، شايفينه بيعمل ازاي لما الموجة بتيجي، لو تلاحظوا في الكاميرا هو بيتحرك. انا مريم بنت شاهي، وجوزي اللي ماسك قوشة هناك ده، وزياد ابني هناك خالص اهو، ويونس اهو، وانا بكلمكم. صباح الفل، حطوا لايك.
بصوا هناك، بصوا بيسبحوا من بعد الكوبري اللي هناك ده، بيسبحوا ده السباحه بقى اللي هو اللون الفاتح فيه لون غامق، احنا بقى نسبح من بعد اللون الغامق. تمام، اللون الفاتح لا. ليه؟ في صخر، لو خدتوا بالكم ان في تحت صخر، الميه صافيه جدا وفي سمك. طبعا بحر شرم الشيخ كله اسمه ايه ده، شعب مرجانيه. بصوا هنا في بقى شعب مرجانيه وفي اسماك، اسماك جميله بس مش عارفه راحت فين. يعني انا عايزه اقول لكم ان البحر ده حلو جدا. هنا بقى تلاقوا اجانب وتلاقوا مصريين، تلاقوا ايطاليين. هنا بقى كده خلاص احنا مرتحناش في البحر بامانه. لا ما عرفتش اصور السمك. ماشي، بصوا شرم حلوه، عايزه ناس سبيحه واحنا مش سبيحه الصراحه عشان ما نكدبش. هنروح بقى البسين، البسين هو حبيبنا. البسين بيقعد لغايه الساعه 5:30، بعد كده بيقفل، تبدا بقى ايه العروض والعشاء. ادي ده الشاطئ بتاع كوين شرم. السمكة؟ لا يا روحي، السمكة دي الزينة ما بتتاكلش. حتة ده الشاطئ كده، البحر بقى من جوه. لا لا الجو حلو بس حر جدا. عايزة اقول لكم ان احنا عندنا في القاهرة بنشتكي من الحر، اقسم بالله شرم نار. انا بنهج عشان انا طلعت سلم صغير، مش قادرة مش قادرة. كده حبايبي خلاص الجولة خلصت. احنا طبعا قبل ما نروح ونسافر من شرم الشيخ كان لازم نروح خليج نعمة، ناخد جولة ونقعد في الكافيهات اللي هناك ونلعب الاولاد شوية ونأكلهم ايس كريم. يا رب تكون الجولة عجبتكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك. وده كان الروتين بتاعي لاخر يوم لينا كان في شرم الشيخ. وخلاص المفروض هروح نشطف الولاد ونحضر الشنط عشان هنركب الساعة 3 الفجر، نوصل ان شاء الله تاني يوم الساعة 9 الصبح. ادعوا لنا دعوة حلوة، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو، واستنوا بقى روتيننا بعد رجوعنا من شرم الشيخ. ويا رب تكون الجولة عجبتكم، دي جولة سريعة جدا جدا في شوارع خليج نعمة في شرم الشيخ. اللي راح شرم الشيخ ما ينفعش ما ينزلش خليج نعمة ويشوف قد ايه المحلات حلوة هناك. طبعا المحلات كلها للسياحة، فيها تحف وفيها شنط للسفر وفيها ملابس وفيها كل حاجة. فيا رب تكون الفلوج عجبكم، تنسيش تحطيلي لايك، واحلى مسا عليكي يا قلب اختك.